اونلاين. ضمنا دلوقتي عبر الهاتف كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي الصباحي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيكي وبرحب بكل قناه الاهلي. عايزه طبعا اطمن منك النهارده على احوال المصابين واللعيبه في التدريب طبعا المهم جدا اللي كان موجود النهارده استعدادا للقاء بيراميدز بعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه في الجوله المؤجله من الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز. الحقيقه طبعا شيماء في البدايه تدريبات مكثفه وتدريبات بالفعل يمكن نتسم عليها الحماس والجديه والاصرار خلال ال 48 ساعه الماضيه. دي زي ما انت عارفه مباراه لها قيمه كبيره جدا، فرق متقدمه فريق الزمالك وفرق بيراميدز، فاكيد النادي الاهلي في اي مواجهه مع فرق المراكز الاولى بيبقى ليها اختلاف كبير، وكمان يمكن النادي الاهلي بيقابله بدله كبير جدا وسوء توفيق كبير من خلال الاصابات اكثر من لاعب شيماء، ويمكن بينعكس بشكل كبير جدا علينا اداء في الملعب. لكن الحقيقه نتكلم على مستر مارتن اسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، يطبق شغل كبير جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه من خلال رؤيه التدريبات. الراجل بيحاول ان هو يفرض اسلوبه، عنده بعض الجمل التكتيكيه، بعض التدريبات الفنيه، ما بنشوفش بدني كتير، ما بنشوفش تدريبات بدنيه كتيره، لكن بنشوف شغل كوره كتير جدا داخل الملعب. كل تدريب بيكون في اكثر من فقره تدريبيه. النهارده يمكن كان في تصويب على المرمى مكثف جدا للمدير الفني مستر مارتن، الكروسات المعتاده للجمل التكتيكيه، بيحاول بناء الهجمه من الخلف بطريقه صحيحه، تحركات بيركز عليها بشكل كبير. يمكن دي من النادي الاهلي كان بيقع في اخطاء كبيره جدا في التمركزات سواء للخط المنتصف او الهجوم او الدفاع، بيشتغل عليها بشكل كبير جدا مع استاتيان طبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده تدريب صباحي كان في الساعه 10 صباحا، جرعات تدريبيه مكثفه، جرعات تدريبيه كثيره جدا. اول تدريب لمستر مارتن يمكن كان ساعتين الا ربع، النهارده ساعه ونص في تدريب فريق النادي الاهلي، لكن ساعه ونص دسم في تدريبات كثيره جدا. وكمان الجديه والاصرار يا شيماء اللي احنا بنتكلم عليه ده مأثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. بنشوف محمد شريف في احتكاك قوي مع سليم في كولوباني، حسام عاشور الانكل برضه بيتطرق في احتكاكات كثيره جدا، لكن ده سببها اكيد معروف، كل لعيب عايز يكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي المرحله اللي جايه. كل لعيب عايز تثبت للجهاز الفني والجمهور النادي الاهلي ان هي جاهزه بشكل كبير. عشان كده يمكن كان في تحذير من الكابتن محمد يوسف ان يكون الدخول برفق شويه، ما يبقاش فيه دخول في الهند. لو فقدنا اكثر من لاعب مع كل اللعيبه اللي احنا الامر هيبقى صعب شويه مع فريق النادي الاهلي، لكن الحاله البدنيه الحاله المعنويه لفريق النادي الاهلي. خليني اطمن منك يا كريم على احوال اللعيبه الجديده، محمد محمود، محمود وحيد، جيرالد، وكمان مع عوده رمضان صبحي، هل اللعيبه دي انسجمت سريعا مع الفريق في التدريبات؟ لو اتنين بيذكروا من رمضان صبحي وجيرالدو من اول يوم رمضان صبحي طبعا ابن للنادي الاهلي ومش جديد على النادي الاهلي، تأقلم بشكل سريع من اول 24 ساعه لرمضان. جيرالدو ايضا كمان عنده اصرار كبير وعنده حماس وعنده شخصيه بانت عليه جدا في الملعب. محمد محمود ومحمود وحيد طبعا اشاد بيهم بشكل كبير مستر مارتن في اول تدريب ليهم، واضح ان في تركيز ان شاء الله زي ما قلنا. بتتمنى الصفقات المميزه للنادي الاهلي قدر ان هو يوفق هذه الصفقات ان شاء الله تكون مفيده لفريق النادي الاهلي. وعلى ذكر روح كل ليه دور كبير جدا في مباراه بيراميدز، ده اللي واضح من مستر مارتن، احاديث يوميه بيحاول ان هو يوصل له المعلومات اللي مستر مارتن بيحاول ان هو الملعب رمضان هيكون ليه دور. ايضا كمان حابين مش نقول يعني احنا يمكن قرينا التشكيل يا شيماء في الملعب، لكن مباراه مهمه جدا ممكن يكون فيها تغيرات كثيره جدا، لكن صحيح. رمضان صبح هيكون من العناصر الاساسيه اللي هتقود تشكيل لفريق النادي الاهلي، واكيد طبعا في عناصر ثابته هيبقى في متغيرات بسيطه جدا، لكن غدا برضه تدريب فريق النادي الاهلي هي الساعه الرابعه. طب انا عايزه عايزه اطمن منك على حاله الشناوي. تاني شيماء معلش. كريم احب اطمن منك برضه على حاله الشناوي البدنيه. الشناوي يمكن ظهر ايضا بشكل مميز وشكل رائع جدا، كابتن طارق سليمان جرعات تدريبيه مكثفه لحراس حراسه المرمى لفريق النادي الاهلي. مستر مارتن كمان يمكن كان في جلسه امس مع الشناوي، واليوم زي ما قلت لك يا شيماء الراجل بيحاول يعد كل العناصر اللي هو شايفه خلال الفتره اللي الجانب النفسي مهم جدا، الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه يمكن في المستطيل الاخضر. لكن التاهيل الفني الشناوي النهارده كان بيتكلم معاه، ايضا كمان جيرالدو كان في حديث النهارده مارتن رمضان وليد ازارو كمان بناكد على جاهزيته هو وليد سليمان. وليد ازارو فرد، لكن وليد عنده اصرار كبير جدا، لعيبه عنده روح كبيره جدا، هيكون ان شاء الله متواجد. كل الامور الحمد لله مشيت بشكل مطمئن يا شيماء، حراسه المنطقه تكون موفقه سواء شريف اكرامي متواجد او الشناوي، وايضا كمان كل اللعيبه تكون متواجد.
الاهلي باذن الله يكون نقاط المباراه من نصيبنا، وايضا كمان يكون اداء مميز لفريق النادي الاهلي كالعاده في بطوله الدوري العام. شكرا لكريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.